وقتها كان رئيس نادي سليم شيبوبه، قال لي وقتها كان رئيس نادي سليم شيبوبه، هو كان موافق معناها انك ما تلعبش ولا شنو رايه في الموضوع؟ طونكو ريزولتا ماشي ما على بالوش، طونكو يبدا هو خاطر وقتها الرئيس نتاعنا قبل شيبوب كان معناتها بالباهي بتاعه بالخايب بتاعه، كان معناتها لوبجيكتيف هي النجاح تاع الرجل التونسي، معناتها يحب الاسبيرونس فهمت، دونك تيلمون يحب الاسبيرونس ما دو ديتاي اونترونور قاعد يهبط في كيب وكيب رابحه ولا مش سا سير عليها فهمت. هو عمل تصريح ظهر لي وقتها قال ظلمك، صحيح ظلمني ظلمني هذايا معناتها الحكايه هذايا تنجم ترجع له اللي هو تقول له معناتها علاش ظلمك اي في شنو بالضبط تطلبني بتاتر كان قاسي معايا في خروجي من الترجي، بتاتر معناتها كان ما صبرش عليا شويه، مش هو باش يصبر المدرب يصبر هو اش دخل، ما هو الخروج كان مش كوره، خروج من الترجي مش مشكلة كورة، مشكلة لا كورة الحمد لله ربي كونفيرمي، قلت لي مش تلعب لا نلعب معناتها لا لا نلعب ندخل مثلا ما لعبش مات الزوز نبدا روبلاسون وندخل تروازيام ماتش يهبطني تيتولير وهي ماشيه كيكه فهمت. شنو هي المشكل ماذا؟ المشكل شنو هي حسب رايك معناتها؟ انضباط لك هذا اللاعب هذا غير منضبط وراه برشا حكايات دونك معناتها خليني نعطيه يمشي عام يموت ظالمك ما معناها يا اخي بلاي نسالك سؤال خويا اسلام الملاعبيه اللي تلعب الكل الكلها معناتها كلها تسرع وتاخذ الجول كلها ملاكه تبع عبد ذاتي وحتى لبرا فهمت مي المعلومه كي توصل تبدا اكزاجيري معناتها ليميت معناتها الناس كامش يعدموها عليها البشر ولا تبدا هكا جونتي فهمت فهمت فو ثم حكايات بتاتر بتاع ولاد صغار ما تحكيوش حتى في الراديو ما هاني عطيتك معناتها انا شنو وصلوا عليك وقت انا هفست اسهر يتبع في معناتها حكايات الفارق تاعنا معناتها تبع فهمت و و اكسترا معناتها هذو مو مال الحكايات اللي كانت متداوله مش علي انا برك على الكل ما ظلمكش معناها هنا ولا وين ولا لوم روحك انت الحقيقه تسمع قول لي تنسمع كذلم انا شوف اللوم في حاجه اللوم على روحي في حاجه اللي ما اللي معناتها كي لعبت الكورة كيف ما يقولوا واحد ما تفرجش في الملاعبية البرة ما تفرجش في بار اكزومبل مثلا يتفرج في قصة حياة اكس ولا يجريك كيفاش وصل كيف ما تشوف اليوم كريستيانو رونالدو يترينا مع وليل و و و اكسترا نلعبوا في الكورة الكورة والانتوراج لاصحاب ما يخليكش حتى تفكر انت ستار انت الفلان داير ليبوك هذيك ميم لي زاجون ما كانوش يدوروا باش يبروبوزي عليك خروج ولا كانوا ثلاثة لازم الناس يلعبوا البر كانتش اصلا انت العقليه نتاع الملاعب التونسي يمشي يحترف في البر بريسك كانت الجم كلها تخمم في رواحك كلها تخمم في الالقاب تخمم في تيتروات تخمم على بلايصها وبلايصها ما تقعد الكراسي كان بتيتروات دونك ما كانش الحكايه هذه بالكل فهمت. خرجت من اسبيرونس وقت خرجت اي اف 97 مشيت ابري لستا تونيزيا مشيت اعاره معناها مشيت اعاره لستا تونيزيا ستة شهور كالعاده لا والله عام هو قبل ما عندك حتى شواك باش تمشي ليكيب اخرى تنجم تكون طلبتك ليتوال كنت موافق طلبتك لجروب افريكا ما انت تلعب في الاسبيرونس تمشي ليكيب معناتها اللي تنافس فيها ما يساعدهمش لا هذوما لي زيكيب دونك انا مع علاقاتي مع شكون باغ اكزومبل طيبه مع جودينا تكوا مع بنقردان دونك تمشي لبنقردان فهمت ما تمشيش لبنقردان ايه تقعد بطل فهمتك انت كنت موافق على تمشي استاذ مانيش موافق ما انا على صحه راسي في البوان هذايا واللي هي غلطه فهمت قعدت يجي خمسة سنين نلعب عام وما نلعبش عام نلعب عام ونرتاح عام لين في الاخر طونجيوها بعدها وين ترسات لي مشيت لا فسد علاش تلعب عام ونلعبش عام على خاطر بالله شوف يا اسلام لو انت تكون تلعب بار اكزومبل مع كل احترامي للفرق الكل فهمت يمكن هاني قلت لك غلطه ونتحمل مسؤولياتها فيك نشوف بار اكزومبل اللي قد ماهوش خير مني كروي ديما نحكي شكون وقتها كان يلعبوا في بلاستي من غير ما نذكر الاسامي ماهوش خير مني نحكي ديما كروية مخي مقبلها ما نجمتش نتجاوزها فهمت فهمت دونك تلمون قاعد نخمم ونلوج في اما خير اي سورتو الخروج لبرا اللي هي كانت حاجه شبه استحاله نكر روحي ضيعت عام معاه يجيك واحد يقول لك امورك واضحه باش نهزك السعوديه طلبتك من على شكون تقرا روحك ضيعت عام صدق اربع ولا خمس سنين من عمري مشاو حرام ما مشيتش للاستاد معناها بالطريقه لا مشيت للاستاد مشيت للاستاد عملت وقتها عام بريسك في الاستاد بيت عدى والله استاد وقتها البريود هذيك ما كانتش في افضل حالاتها مي الحمد لله معناتها جروسو مودو الحمد لله لعبت سجلت اهداف صحيح ما لعبتش معناتها عام كامل كيف ما قلت لك اصابات ولعبت بعد جاني حتى عرض وانا في استاد تونيزيا وقت من ليكيب فولسبورغ فولسبورغ الالماني تاع البوندس ليغا وقتها تروازيام كلاسي في البوندس ليغا وقتها هما جاو يتفرجوا نلعبوا مع ليتوال في زويت نفزنا على ليتوال 2-1
وقت ذا بالتا من عشان هي لاجون تاعها جاو يتفرجوا في حد داخل يلعب في ليتوال وانا وقتها بزرب يا لاس لعبني افون سونتر ما عندناش افون سونتر ما عندنا حتى حد لعبت انا ماركيت بونت ومعناتها وعديت ماتش كبير فهمت وقتها صار الكونتاكت علاش ما تعملش حكايه مش انا ما عندي حتى دخل انا وقتها انا شوف انا صارت لي حكايات في الكوره والله العظيم والله قسما بالله العباد ما تعرفش ما يتوجع القلب بالرسمي سيرتو البيريود هذيك تو نحكي لك راني في بيريود انا 99 98 99 فهمت وقت عامل كونترا اول ما بدات البروفيسيوناليزم توفى دومي وقتها ما تبعت عندي شكون السيد يحكي انجلي ما نحكيش انجلي يكلم فيا و سيترات فهموا مع الاسبيرانس قاعدين يقدموا حتى ملي فاكس عندي رو لليوم ملي فاكس فهمت ما عمري ما تكلمت فيه الموضوع هذا اون فاند كونت ما مشيتش شنو صار ما نفهم شنو صار علاش ما تعملتش الحكايه اللي صار انا نورمالمون كونتراتوي يوفى 99 99 2000 باهي وهي الحكايه ذي عام قداش باش نبداو نفهمين 99 2000 في العام اللي توفى الكونترا نتاعك اي بعد ما عملت مستاد احكي لك وقت انا في اخر العام تاع عام ريسك عام يوفى الكونترا نتاعي ما وافقتليش الاسبيرونس مازال عندي معاهم عام على خاطر فهمت وانت وقتها انت وقتها معناتها يتعد وين يوجهوك يا تقعد بطل ما وفقوا لك شو مو فلوس طلبوا اكثر فلوس معناها ولا شنو ولا برنسيب ما مش موافقين شوف نقول لك حاجه اخويا اسلام الفتره ذيك راك ما تعرف حد شيء ما تعرفش على روحك شنو قاعد صاير في دارك وشنو اللي تحكي حتى لي زاجون اصلا ما تقولهمش ما يحكيوش معك ما نعرفش وقتها يا كانوا من دثرين ما همش موجودين فهمت يا كانوا من دثرين ما همش موجودين يا كانوا يخافوا ما يجيوش للجوار ديالك سيرتو لاعبين ديسبيرونس فهمت شنو يخافوا ما نعرفش يخاف يقول لك فك انا اخويا هذا معناتها لا قدر الله يولي مخه ما عادش في الكوره ولا الروندمون بتاعه يتيح ولي يخمم في الخروج وفهمت يقول لك فك عليه مشاكل ويعرفوا اللي مثلا من الاسبيرونس باش تخرج ارجع انت البريود هذيك ما تلقاش كون عندنا خرج بريسك حتى حد بعد ثم كان وقتها ثم كان مروان جزمير وقتها خرج صحيح كهو ما ثماش ورد من الاسبيرونس خرجوا معناتها حتى رضي عادي خرج اخ اول الالفينات خالد بدركي لا خالد بدركي هذول اللي بعد دونك رئيس النادي تمشي ما خلاكش تخرج الاسبيرونس ما خلاتنيش نمشي وقتها الاسبيرونس وقت ما نعرفش انا ما نعرفش شنو اللي صار لوم وشات لوم شويه ف... لا 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 ما لوم حتى حد اللي صار تو معناتها هذيك كنت كانت تكون مسيره واحده اخرى معناتها كانت نجم تكون اما اذا كان مش نعيش ولا كان تو الحمد لله فرحان اللي عملته فرحان انا بروحي تو ما نحكي لك على شنو اللي صار فهمت من بعد نلقى روحي انا معناتها عودت مشيت عملت وقتها ارتحت عام ومشيت عملت عام في ثيابي بس يا بي عملت عام طيارة برشا ارتحت عام بطال معايا هيك العادة ديما ثم عام مرتاح هذه يتأكد منها ديما ثم عام مرتاح نحكي لكم بعد كيفاش رجعت الإيطوال حكاية تقتل بالضحك حكاية صدقني الضحك بوردو بون الكونترا بتاعك مازال في الاسبيرونس ولا وفاه لهنا الكونترا بتاعي باش نقول لك كيفاش وفاه باش نقول لك كيفاش الطريقة اللي وفاه بها من بعد في عام سي بي عملت عام سي بي تعدى عام طيارة كيف وقتها ثم وقتها ثم سرتان مونجي عنده مجازان جنرال جيربي هو في منظرة غادي عنده انا جون صاحبه شريكه عنده مع بزنس كنديان سي كيف عرض عليا كذا وكذا 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 قلت له بوركوا با نمشي و و و اكسترا من بعد نلقى روحي ما نجمش نخرج ما عندي حتى حل كيف انا يعني العب في ليزيكيب اللي يختاروهم لي سينو ما نجمش نلعب حتى باش نمشي يا سيدي نعرض خدماتي على كلوب افريكا على ولا الفاكس على اي فريق يا خويا نعرض خدماتي على تتوين انا حر فهمت ليسونسيال نلعب في كيف نرتاح فيها ونحب نلعب فيها فهمت ما عنديش الفرصه هذه فهمت